المشكل اللي عندي هي واحد الأستاذة في المدرسة ديال فالدو، يعني ديك الأستاذة جميع الحلول درت معها وتا شي حل ما يعني ما وصلت ليه. أنا ما تندوي معها ما والو، دخلت بنتي المدرسة تتقرا، خلصت عليها فلوسي، المسائل غادية بيه خير، يوم على يوم الدرية تتبان ليا تتعقد. ما تتقولش ليا شنو هو المشكل اللي عندها. واحد النهار صيفطنا الرحلة، مشات الرحلة شدتها الأستاذة ضرباتها، ما قالتهاش ليا، قالت لي با دفعتني تطحت على ركابية. يعني هاد الشيء دوزنا هاد المشكل. الدرية بطلتها ما ديتهاش المدرسة، كانت أزماتيك تتكحب مع هاد الشيء ديال لاكريب، يعني ما قدرتش نديها. مشيت بغيت ندخل المدرسة، ناض المدير ديال المدرسة قال لي لا ما تدخلش الدرية. قلت له نعطيه فلوسي وتنخلص المسائل ديالي، علاش ما تخليش ندخل؟ قال لي لا ما تدخلش، الدري عندك تتبطل بزاف. ملي قلت لبنتي مالكي، قالت لي يا وليدي، قالت لي يا بابا ما بقيتش باغي ندخل المدرسه. قلت لها علاش؟ قالت لي دفعتني الاستاذه من عنقرتي ودارت لي بحال هكا. هذا هو المشكل. قلت لها انت يا بنتي تندخل؟ قالت لي لا ما ندخلش. قلت لها وكي دايره الاستاذه معاك ديال العربيه؟ واش تضربك ولا لا؟ قالت لي الاستاذه ديال العربيه راه مزيانه معايا، تعطيني الحلوه وكل شيء، ولكن ديال الفرنسي راه تدفعني وتتعيرني. ومشيت درت لها سيرتيفيكا، لقيت الدريه عندها فقر الدم، ولا الدرية تتفقص وما تتنعش حاشاك وتتبول في الفراش والسنان ديالها تتغزغزهم. وملي جا المدير خرج عندي بقيت نتسنى، جاو رجال الامن صوبوا لي المسائل ديالي، الوريقات قادوا المسائل، عطاوني الحق. دابا انا تنتسنى غير مخزن ياخذ لي حقي والعداله من هذه المراه، من هذه المراه تعدات لي على بنتي. خويا المشكل اللي وقع لي لبنتي هي مع استاذه ديال الفرنسي. بنتي أستاذة ديال الفرنسي كتخاف منها ديما ديما، كتجي تقول لي ماما دي الأستاذة ديال الفرنسي ماما. تنقول لها ماشي مشكلة سيري بني، سيري حنا فهمتي النص ديال العام ما عندناش اش غنديرو. تنقول لها صافي بنيتي غير صبري، ضرباتها في واحد لا سورتي ولكن ما قالتهاش ليا بنتي. مني ضربات ثالث مرة كتضرب، قالت لي يا ماما، قالت لي راني ضرباتني ما بقيتش غادي نمشي. قلت لي صافي انا غادي نمشي معك. مشيت زعما عند المدير باش زعما المدير ياخذ بحق بنتي وياخذ بحقي، وهو ما خداش بحقنا، خدا بحق الاستاذه. قال لها لا الا بغات تضرب ضرب ماشي مشكل، واش هذا باقي وقت العصا؟ ما بقاتش القرايه بالعصا، حقاش الدريه راه غادي تخاف. قال لك لا ماشي مشكل واخا تاكل العصا. قلت لي شوف دابا انا غنقول لك بنتي كلات العصا النوبه الاول ماشي مشكل، دابا الثانيه ما تعاودش تاكل في العصا، داكشي كاع اللي داز نسيناه، ولكن غنبداو صفحه جديده. قال لا 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 دابا بنتك ولا عندها اصلا مشكل مع الاستاذه، غديها صافي وسيري. جيت خرجت بنتي وخرجت هي، عاودنا رجعنا، جا واحد الخال ديالها ومشينا رجعنا لتماكينه. منين شافونا جايين هو الحارس ديال المدرسه سد الباب، مشيت انا وجداها وخالها وباها، الحارس ديال المدرسه سد الباب. مني سد الباب حنا نعيطوا للرجال الامن، عيطنا ليهم هما يجيو عاد باش حنا دخلنا. مني نصابونا بقينا واقفين وداكشي وما يحلوا لينا الباب، دخلنا هدرنا معاهم، جاوا رجال الامن، بغينا زعما نحدوا المشكله الاستاذه ما بغاتش تقابل معنا باش نعرفوا الدري الاستاذه مالها مع الدريه، اشنو هو المشكل. استاذه ما بغاتش تهدر، نعرفوا اشنو المشكل مع بنتي ما بغاتش تهضر. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.